شفيت باللي زرت دار تاع ليلا بوينت بمناسبه اول نوفمبر، واليوم حبيت نشارك مع زملائي الامريكانيين هذا الجزء المهم من التاريخ الجزائري، ونعتلهم يشوفوا بعينيهم واش قراو في كتب التاريخ. انا دائما منبهر بفخر الجزائريين صغار وكبار بثورتهم المجيده، وكي يعرفوا اني دبلوماسي امريكي بزاف يقولوا لي يعطيكم الصحه على دعم جون كينيدي لاستقلال الجزائر، في اشاره الى خطابه المعروف في 2 جويلية 1957. One of the big things we do before we come to countries is we look up the history of it. So naturally, one of the big things, one of the movies we watched was the Battle of Algiers. So when I get the chance to come to La Casbah and look at Ali Lapointe and understand like this is where he and some of the fighters were hiding, it's pretty cool, and walking the streets is pretty awesome as well. واليوم كدبلوماسي أمريكي أنا سعيد جدا بوجودي هنا في الجزائر، وأريد التأكيد على روابط الصداقة الأمريكية مع الجزائر حكومة وشعبا، ومواصلة العمل معا من أجل الحرية والسلام ورفاهية الإنسان كما قال جون كينيدي قبل 64 عاما.